معه ورقه. طيب تمام معه ورقه. اصبر وين عاد اكتب في قصيدتك؟ يلا يلا يا ذيبان عبد الله الكرعاني وعبد الله الروقي وعلي الجعيدي. نقول ثاني مره على المقادير. طيب اصبر هذه اسم الطبق. دقيقه خلهم عشان يكتبون ويبداوا مره واحده. مش حلو الجمهور ادري الاخصام. لا عشان مقادير. مقادير سم تفضل. سم الله عدوان. مقادير الاكله انت شو عم تسجل للجمهور؟ ايه مقادير الاكله. تعال تعال هنا. دجاج بالعظم، رز بسمتي او رز بسمتك، بصل بسمتك، بصل، ثوم، فلفل رومي، بهارات صحيحة. عندي البهارات الصحيحة ورق غار، قرفة، فلفل حب، قرفة، تمام، هيل لومي ناشف، والأساس بالأكلة البرتقال. تمام. الآن الطريقة راح نقطع الدجاج لأوصال من المفاصل، يعني الرجل بنفصلها عن الجنب بتصير قطعتين، الصدر بناخده حبتين. تمام. يا سلام. صار عندنا كم قطعه؟ اربع قطع. نعم يا سلام. الاربع قطع بتحمسهم مع البصله والثوم والفلفل الرومي. وش اسوي؟ احمسها. بتحمس البصل. حلو. اول حاجه بتضيف الزيت. اول حاجه بتضيف الزيت، بتحمس البصل، بعدين تلحقه بالثوم، بعدين الفلفل الرومي. يا سلام. تمام. بتحرك وبتستخدم بهارات سرة عندك، المسمنة، البهار المشكل، الكمون، الكزبرة، من بهارات سرة، الكاري، الكركم. الأكلة هاي بتحب البهارات. يعني كذا بهارات تستخدم. نعم. بهارات سرة. إيه نعم. جميل. كركم، زنجبيل البودر، الكمون، الكزبرة، القرفة، استخدم من بهارات سرة الموجود المسمنة. تمام. دبليو ثلاثة. بعد ما نحمص الخلطة هذه ونوضع البهارات ونضيف الدجاج ونحرك، تتسبك معنا. تمام. بس شفتها تسبكت، بتضيف نصف برتقالة بالقشر. حذفها حذف. ايه. ونصف آخر بتضربه على الخلاط كمان بالقشر مع نص كوب مي أو يعني ربع كوب مي. أنا ما عاوز مي كتير. ايه لن فيها مي. ايه. وبتضيفها على الأكلة. عاوز الأكلة يطلع فيها نكهة البرتقال، ريحة البرتقال. تمام. بعد ما نحل الدجاج. بعد ما تسبك. إيه بعد ما تتسبك. شيء. بتضيف البرتقال بالأخير. قبل النجاح. تحط. إيه بيكون تامم للنجاح يعني خمس دقائق. تطبخها مع شيف. إيه نعم. نص بالقشرة. بالقشر. إيه ونص ينط. نص البرتقالة اقطعها قطعتين وارميها على الدجاج. واكتمها. النص الآخر اضربه على الخلاط مع ربع كوب مي. وايضا ضيفه على الاكله وتركها عم تطبخ على نار هاديه. حلو. تمام. اثناء طهي الدجاج طبعا هذه بتضيفها على الدجاج. يا سلام. من موطي حط النص مع الدجاجه والنص الثاني حطه بالخلاط مع ايش؟ كم مويه؟ مع ربع كوب مويه. ربع كوب مويه. ايه. بعدين حط على طول. ايه بعدين على طول تحطه على الدجاج وتكتمها وتتركها تطبخ ربع ساعه. تمام. اثناء طهي الدجاج راح نسلق الرز. الرز هذا ينسلق لحاله مع ملح، اذا حبيت تحط عليه البهارات الصحيحه على كيفك او البهارات الصحيحه تحطها على الدجاج برضو على كيفك. جميل. تمام. بينسلق وبيتم الرز مفلفل، ما تسويه على الاخير. غادي نثري. عاوزه يكمل سواء وين؟ على وجه الدجاج. بترميه على وجه الدجاج بعد ما تصفيه من المي. يعني ربع ساعه. ايوه. بترجع بتكتمه 10 دقائق بس. ربع ساعه 10 دقائق. اي نعم. والاكله هيك تطلع جاهزه وان شاء الله بنتغدى اليوم من ايدك. الله يسعدك باذن الله. الله. طيب عبد الله الكنعاني زايد بن سابر كتبته؟ ايوه خليني بقول مهدي. سم. نحمس البصل. طيب وراجع الرومي. حلو. بعدها نضيف البهارات. حياكم الله. بعدها نضيف الدجاج. حلو. تمام. ننتظر شوي بعدين نضيف البرتقال قطعتين، قطعه نحطها معها وقطعه على الخلاط. قطعه على الخلاط. قطعه على الخلاط مع ربع كل. نعم نعم. حلو. تمام. وبعدين نتركها تطبخ على نار هاديه ربع ساعه. حلو. اثناء طهي الدجاج نسلق الرز 10 دقائق. اسلق الرز وشوفه استوى قبل السواء شيله صفيه. ان نبي ما نسلق الرز. هذا الماء راح تستعيره. ها ما كفي. لانه البريق انتم كسرتوه الشباب. طيب. كسروه. مو الشباب مو بيض. تمام. شكم ساكتين؟ خلاص رجعت يا زايد. خلوا يجيبوا النمر. ما؟ مويه شباب.